الجرامر هو النظام الذي يحكم تكوين الجمل في أي لغة، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد تحدد كيفية ترتيب الكلمات وتصريف الأفعال واستخدام الضمائر وحروف الجر وغيرها من العناصر اللغوية. الهدف من القواعد النحوية هو تنظيم اللغة بشكل يساعد على فهمها واستخدامها بطريقة صحيحة ومفهومة. لو تحدثنا عن نشأة الجرامر في العالم، دراسة القواعد النحوية كانت قديمة قدم التاريخ، كانت أولى المحاولات هو تنظيم قواعد اللغة في اللغات القديمة مثل السنسكريتية واليونانية. أفلاطون كان أول من درس قواعد اللغة في الثقافة الغربية، ثم تطورت دراسة الجرامر في العصور الرومانية. بالنسبة للغة الإنجليزية، يعود دراستها للقرن الخمستاشر، حيث بدأت محاولات توثيق وتنظيم قواعد اللغة الإنجليزية مع تطور الكتابة والطباعة. مع مرور الوقت أصبحت هذه الدراسة هي دراسة أكاديمية مهمة، تدرس بطريقة معيارية صحيحة. ما هي أهمية دراسة الجرامر أو قواعد اللغة لدارس اللغة الإنجليزية؟ بتضمن التواصل الصحيح. القواعد بتساعد المتعلمين على تكوين جمل مفهومة وواضحة. على سبيل المثال، لو احنا قلنا he ate breakfast yesterday، هذه الجملة غير صحيحة لغويا، تحتاج إلى تصحيح. he ate breakfast yesterday، هو أكل طعامه الأمس، هذا زمن الماضي ليس زمن مضارع. تجنب سوء الفهم، يعني أنا بتواصل مع شخص أتحدث وهو يستمع وهو يفهم ما أقول ويفسر ما أقول بناء على ما قلت. فأنا لو قلت له he ate breakfast yesterday مش هيفهم، أو هيظن أني أنا لا أعرف القواعد اللغة الإنجليزية ولا يصلح أن أتواصل معه باللغة الإنجليزية. تجنب سوء الفهم، بتساعد القواعد على تجنب سوء الفهم بين المتحدثين. عندما يتبع الشخص القواعد هيسهل عليه فهم الشخص والتواصل معاه بشكل جيد ودقيق. إتقان الكتابة، القواعد النحوية ضرورية جدا للكتابة الصحيحة، هتمكن الدارس من كتابة مقالات، رسائل، نصوص بشكل منظم وواضح. مثلا الفرق بين there t h e i r و there t h r e و they are، هذه الفروق فروق بسيطة جدا، ولكن عند كتابتها بيتضح الفرق الواضح. there ضمير they في الملكية، their book، their pen، و there اللي هو هناك، هناك t h e r e، و there t h i r اللي هي ملكية، ضمير الملكية، و they are هم يكونون، أو فعل تصريف فعل to be في مع they. برضو فهمنا للأزمنة هي من أهم الجوانب في جوانب الجرامر، هي الأزمنة الباست والبريزنت والفيوتشر. هتمكنك من أنك تحط الحدث في سياقه الزمني، الفعل مرتبط بالزمن، فأنت حطيت الفعل في سياقه الزمني استطعت أن أنت تظهر فهمك وقدرتك على التعبير الجيد. أقول I am going، I'm going، I went. بناء الثقة عند التحدث، يعني إتقان القواعد بتساعد المتعلم على الشعور بالثقة أثناء التحدث أو الكتابة. الشخص اللي بيعرف القواعد يمكنه التعبير عن أفكاره بحرية دون الخوف من الأخطاء. الأزمنة، أهمية الجرامر، وعايزين نمثل لهذه الأهمية. الأزمنة بتساعد المتعلم على فهم ما يحدث. أقول I will go، سأذهب. I went، ذهبت. هناك فرق واضح ما بين التعبيرين، التعبير I will go في المستقبل، سأذهب، سأذهب،
يعني في المستقبل سأذهب إلى هذا المكان. I went، أنا خلاص رحت ذهبت إلى هذا المكان. البرونونز تمكن من تحديد المتحدث أو الشخص المعني، أقول هي شي ات ذاي وي ار، أنا أحدد بدقة من أعني بحديثي وي، نحن من نتحدث عن أنفسنا. I أتحدث عن نفسي أقول I، أقول they أتحدث عن هم جماعة آخرين. He is a teacher، هو معلم، مقابل she is a teacher، هي معلمة، فرق واضح جدا. أنا أتحدث عن ذكر وأقول he is a teacher، بينما ما أقول she is a teacher، كلاهما teacher، ولكن he وضح لي أني أنا أتحدث عن رجل، عن ذكر، يعني مدرس رجل. أما أقول she is a teacher أتحدث عن مدرسة معلمة. حرف الجر preposition بيحدد العلاقات ما بين الأسماء والكلمات، بيربط. The book is on the table بيحدد المكان، الكتاب على الطاولة. إذن نستخلص من هذا الشرح أن الجرامر عمود فقري لأي لغة بما فيها اللغة الإنجليزية، ولو احنا ما فهمناش القواعد سيكون من الصعب جدا التواصل بشكل صحيح ودقيق. إذن لابد نتعلم الجرامر، وهو جزء أساسي من رحلة إتقان اللغة الإنجليزية. لذا نحن نقترح اشتراكك معنا في هذا الكورس، ونعدك بأنك ستتعلم وتستمتع وتمارس اللغة بشكل صحيح. نشكركم.